بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، ازيك شباب؟ هنحل النهاردة إن شاء الله محاضرة أهلية من كراسة المعاصر، اختبار الجبر والإحصاء، ترم أول يا ولاد، صفحة 49. ركز مع بعض يا شباب كده. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، إذا كانت المجموعة 3 و6 تساوي المجموعة 1 + س و3، فإن س بتساوي نقط. طالما المجموعة بتساوي المجموعة، يبقى عناصر المجموعة الأولى زي عناصر المجموعة التانية، يعني التلاتة طالما هي متكررة لازم الستة تساوي 1 + س، فلازم السين تكون بخمسة، لأن 1 + 5 هتعطيني 6، فبالتالي السين قيمتها هتساوي كام؟ هتساوي 5. السؤال اللي بعده، إذا كانت ص تتغير طرديا مع س، وكانت ص بتساوي 2 عندما س بتساوي 6، فإن ص بتساوي نقط. طالما هنا تغير طردي يا شباب، يبقى أنا أقدر أقول له إن الص بتساوي ميم في سين، حيث الميم ثابت لا يساوي الصفر. الصاد باتنين، يبقى 2 بتساوي ميم في 6. بعد كده بنقسم على المعامل اللي هو 6، نقسم الطرفين على 6 عشان نتخلص من المعامل، يبقى 2 على 6 بتساوي تلت، تمام؟ فيبقى عندك الثابت هيطلع بتلت، يعني صاد هيساوي تلت سين، صاد بيساوي تلت سين. يبقى نكتب هنا صاد بتساوي كام؟ العلاقة صاد بتساوي تلت سين. رجع قال لي فإن ص بتساوي نقط عندما س بتساوي 2، ص تبقى بكام لما الس تبقى ب2؟ فهنعوض مكان الس ب2، هتبقى ص بتساوي تلت في 2، يعني يطلع الناتج بكام؟ بتلتين. يطلع الناتج بتاعنا بتلتين، فهمتوا؟ يبقى الإجابة بتاعتي 2 على 3 اللي هي الإجابة ب. يبقى طالما تغير طردي ممكن برضو نعملها بطريقة تانية يا أولاد. أقول ص 1 على ص 2 بتساوي س 1 على س 2، وأعمل مقص. ص 1 كانت ب2 وعاملينها علاقة كده، ص 1 كانت ب2 وانا عايز اجيب ص 2، وكانت س 1 ب6 عندما س 2 هنا بكام؟ ب2 اهو. يبقى تسمي دي ص 1 ودي تسمي دي س 1، ودي هنا ص 2 وهنا س 2، وتعوض في العلاقة اللي هي ص 1 على ص 2 بتساوي س 1 على س 2 وتعمل مقص. دي اسهل لك يعني، تمام؟ تقول 2 في 2 ب4، 4 على 6 يطلع كام؟ الناتج 2 على 3. يبقى الناتج بتاعنا هيطلع بتلتين. يبقى انت عندك طريقتين للحل. اول طريقه ان انت تقول له ص بتساوي ميم في س، تعوض مكان الص ب2 والس ب6 وتقسم على 6 الطرفين، فيطلع الثابت بتلت، يعني ص هيساوي تلت س. دي العلاقه اللي بتربط بين ص وس. بعد كده بعوض عن الس ب2، بيقول لي ص تبقى بكام بقى لما الس تبقى ب2؟ اعوض عن الس ب2، ف2 في تلت تبقى تلتين، فهمتوا؟ يبقى ناخد تلتين الاجابه بتاعتنا اللي هي ب. أو نقول له ص 1 على ص 2 بيساوي س 1 على س 2 ونعوض، ويطلع معايا طرفين في وسطين، أقول له حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى ص بتساوي 2 في 2 على 6 يعني 4 على 6 هي 2 على 3. السؤال اللي بعده، إذا كانت 15 هي أكبر مفردات مجموعة من القيم المدى بيساوي 9، فإن أصغر هذه قيم هذه المجموعة. يبقى أنت عشان تجيب القيم الصغيرة هتطرح ال 15 تطرح منها 9. ليه؟ لأن عندك المدى بيساوي اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. اكبر قيمه اللي هي 15، اصغر قيمه انت ما تعرفهاش، وعندك المدى ب 15. المدى كان بكام يا اولاد؟ المدى فين المدى؟ المدى كان ب 9، يعني 9 بيساوي 15 ناقص س، يعني 15 هطرح منها كام يديك 9؟ اقول 15 ناقص 6. يبقى انت لما اقول لك هات اصغر قيمه تطرح ايه؟ القيمتين من بعض، اكبر قيمه تطرح منها المدى. طب لو عايز اكبر قيمه كنا هنجمع المدى زائد اصغر قيمه. يبقى هو عايز اصغر قيمة بتطرح، عايز المدى بتطرح، عايز اكبر قيمة بتجمع، تجمع المدى مع اصغر قيمة يديك اكبر قيمة. لكن في السؤال ده وعايز اصغر قيمة، يبقى انت هتطرح الايه؟ القيمة الكبيرة تطرح منها المدى. يبقى اصغر قيمة بتساوي اكبر قيمة ناقص المدى. لكن لو كان عايز اكبر قيمة قلنا هنجمع. طيب السؤال اللي بعده، اذا كان س فرق ص بيساوي 3 وص فرق س بتساوي 1 و5، يعني لو عندي شكل زي ده ولاد التقاطع بينهم كام؟ 6. ادي المجموعه س وادي المجموعه ص. س فرق ص ب 3، يعني اللي في س ماهوش في ص 3، وص فرق س اللي في ص ماهوش في س 1 و5، ادي ال 1 وادي ال 5. عايزين نجيب المجموعه س وص، خلاص احنا عملناها اهو. نقول ان س بتساوي العناصر بتاعتها 3 و6، والص بتساوي 6 و1 وايه و5، تمام؟ بعد كده بيقول لي ايه رقم 2؟ انت خلاص كده جبت س وص اهو، عايز بقى س تقاطع ص ضرب ديكارت س. طب التقاطع بينهم بايه؟ ب6. يبقى الحل بتاعها هيبقى هنا يا اولاد، الحل دي هنا. التقاطع بتاع المجموعتين هيديني المجموعه 6 ضرب ديكارت المجموعه س، المجموعه س اللي هي عناصرها 3 و6، فحاصل الضرب هيديك ازواج مرتبه. الزوج المرتب الاول تقول له 6 و3،
والزوج المرتب التاني 6 و6. سؤال تراكمي، النسبة بين 27 شهر وثلاث سنوات، احنا عارفين ان السنة فيها 12 شهر، يبقى له 27 الى 3 سنوات اللي هي 3 في 12 ب36 شهر. يبقى احنا حولنا من السنة للشهر، 3 سنوات يبقى 36 شهر، لان يجب ان يكون حدها النسبة نفس النوع، لازم تحول السنوات تحولها لشهور. طيب 27 و36 هتقسم على 9، 27 على 9 بتعطيك 3، و36 على 9 فعلا 4، يبقى نسبة 3 إلى 4. مجموع حل المعادلة جذر التربيع س تربيع بتساوي 4. خد بالك طالما جذر التربيع س تربيع العدد ده ممكن يكون موجب أو سالب، مفهوم؟ يبقى جذر التربيع س تربيع اللي هي مقياس السين، تمام؟ يبقى أنت جبت الجذر التربيعي للس تربيع بيساوي إيه؟ 4. طيب من العدد اللي هيتحط جوه السين هنا ويتربع وتاخد الجذر تاني ليه يديك 4؟ طبعا اللي هو الأربعة، لأن 4 تربيع بست إيه؟ ب16، 16 جذرها بإيه؟ بأربعة. يبقى ما يقول لي الجذر التربيع س تربيع اللي هي معناها مقياس السين، يبقى السين عندك هتبقى ب4 او ايه او سالب 4، وبالتالي مجموعه الحل هتبقى 4 وايه او سالب 4. حبيبي ما حدش يقول لي اشيل الجذر التربيع مع التربيع واقول له س بيساوي 4، لا، تبقى عارف ان الجذر التربيع س تربيع معناها مقياس السين، يبقى مقياس السين ده بيساوي 4، يعني معنى كده اللي جوه المقياس موجب او سالب 4، فيطلع الناتج ايه يا اولاد؟ ب4. فبالتالي العدد اللي هعوضه اللي هو السين ده اهو هقول موجب او سالب ايه؟ 4. التمرين اللي بعده، اذا كانت س بتساوي الفتره من سالب 4 ل 2 وصاد بتساوي الفتره من سالب 2 ل 5 وعندي 3 وسالب 3 بتنتهي من النقطه. طيب دي يا شباب معناها ان انت بتجيب ضرب ديكارتي للمجموعه اللي عندك، بس خد بالك دي فترات سالب 4 و2 وسالب 2 و5. لو تفتكر بنعملها على الشبكه البيانيه، اما اقول س ضرب ديكارتي لصاد بتتمثل بياني في فترات، يعني تمثل بياني في فترات، بعمل شبكه بيانيه يعني، والاولاني بيبقى على محور افقي والتاني على محور راسي، ونجيب شبكه بيانيه ونمثل الفتره اللي بينتمي ليها حاصل الضرب الديكارتي، وكذلك صاد في س وكذلك س في تربيع، يبقى كل واحده في دول لازم تتمثل. بس هو مش قايس كده، ده هو عايز يقول لك ايه؟ الزوج المرتب 3 وسالب 3 هينتمي انهي واحده في دول في الاختيارات؟ هو مش عايزك بقى تضرب س في صاد، لا، بيقول لي النقطة ده هتقع في أنهي فترة من مجموعة الحل؟ طيب يبقى أنت هتدرس واحدة واحدة، يعني ما تقوليش هضرب بقى زي المجموعة أقول سالب 4 مع سالب 2 وكذا، لا، دي بتتمثل بيانيًا. طب تعالى نمثلها واحدة واحدة كده يا أولاد. حبايبي لو أنا عايز أعمل مثلًا أقول س ضرب ديكارتي لصاد وعايز أمثله، أنت هتضرب الس اللي هي الفترة سالب 4 و2 ضرب ديكارتي الفترة من سالب 2 ل 5، بترسم شبكة بيانية كده وتقول له طالما س ضرب ديكارت الصاد يبقى انت هتاخد حدودك من اول س4 سالب 4 لحد ايه؟ لحد 2، وتعمل خطين راسيين كده يحددوا له ايه؟ الفتره الاولى، الفتره الثانيه من سالب 2 لحد كام؟ 5 اهو، وتعمل خطين افقيين. هل النقطه اللي هو بيقول لك عليها 3 وسالب 3 موجوده ولا لا؟ فين الثلاثه؟ الثلاثه اهي، والسالب 3 فين؟ تحت هنا، يبقى مكانها هنا، يبقى مش موجوده، لا تنتمي، يبقى مش موجوده في الفتره دي، يبقى مش هينفع تاخد اول ايه او ضرب ديكارت. طب تعال نجرب صاد في س، نجيب ورقه تانية ونقول صاد في س كده نعملها يا حبايبي، ركزوا، صاد ضرب ديكارت س، ها احنا عاملين شبكه بيانيه كده، الصاد ضرب ديكارت س يعني السالب 2 و5 ضرب ديكارت س هي اللي سالب 4 و2 اهو، يبقى الاولاني ده هيجي على المحور الافقي من اول سالب 2 لحد الخامسة واعمل خطين راسيين، دي طريقه التمثيل، الفتره الاولى بعملها على الافقي، والفترة التانية سالب 4 ل 2 إلى سالب 4 لحد 2 ونعملها رأس خطين كده. هل النقطة 3 فين 3؟ 3 أهي وسالب 3 أه موجودة، 3 وسالب 3 موجودة بتنتمي لمجموعة الحل، يبقى فعلا هاخد إيه؟ ص و س، يبقى النقطة 3 وسالب 3 وقعت في مجموعة الحل، يعني الأولى من سالب 2 ل 5 عملنا حددناها بعمودين، والفترة التانية من سالب إيه؟ 4 لحد 2 حددناها على الرأس، ليه؟ لأن قال لي صاد في س، فالصاد ده أهو هيتمثل على محور السين سين شرطة، والسين دي تتمثل على الصاد صاد شرطة، ونجيب التقاطع بينهم، فنلاحظ النقطة 3 وسالب إيه؟ 3 وسالب 3 موجود، يبقى ناخد الاختيار ده. السؤال اللي بعده، إذا كان أ وباء وجيم ودال في تناسب متسلسل، اثبت أن الأيمن بيساوي الأيسر. طالما هم تناسب متسلسل يعني متكرر، ألف على ب بتساوي ب على ج بتساوي ج على د بتساوي م، أقول له إن الألف عوض عنها بد م تكعيب، والب بتساوي د م تربيع،
والجيم بتساوي د في م. اهو انت عندك الالف والب د م تربيع والجيم بتساوي د في م. اهو يا اولاد تعالى بقى نجيب الطرف انه هو الايمن اللي هو بيقول ايه ج تربيع ناقص د تربيع على ا ناقص ج. تعالى نجيب ج تربيع نربع الجيم يا اولاد. الجيم اهي د م تتربع تبقى د تربيع م تربيع تمام. ود تربيع الدال مش هنعوض عنها بحاجه، خد بالك الثابت ده لا يساوي الصفر. د تربيع تنزل زي ما هي. طب ا ناقص ج ا ب د م تكعيب ناقص الجيم اللي هي د م. تعالى ناخد عامل مشترك من البسط. الدال تربيع ناخدها بره عامل مشترك يبقى م تربيع ناقص واحد. هنا د م د تربيع على الدال طبعا لما خد عامل مشترك من تحت د م يبقى م تربيع ناقص واحد. هنا د تربيع على د هيبقى د وم تربيع ناقص واحد تروح مع م تربيع ناقص واحد ويبقى عندي ايه م في المقام ده الطرف الايمن. تعالى نجيب بقى الطرف الايسر اللي هو ب في د على ألف. الب هنعوض عنها بدال ميم تربيع في دال، والألف كانت عندي دال ميم تكعيب. الدال تروح مع الدال، وهنا ميم تربيع على الميم تكعيب هيبقى ميم تحت ودال فوق، يبقى الطرف الأيمن هيبقى زي الطرف ايه الأيسر. يبقى انت كده أثبتت المسألة. طيب السؤال اللي بعده، إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع ناقص تلاتة س، وعندي ر س بتساوي س ناقص تلاتة، اوجد دالة جذر اتنين زائد تلاتة في ر جذر اتنين. طيب انا هجيب الاول دالة جذر اتنين نعوض عنها كده، نقول له دالة جذر اتنين بتساوي، هنيجي للدالة الاصلية نعوض مكان كل س بجذر اتنين، يبقى عندي هنا اتنين ناقص تلاتة جذر اتنين، دي دالة جذر اتنين. طب نجيب ر جذر اتنين، نجد الدالة ده يطلع معايا جذر اتنين، نعوض مكان س بجذر اتنين، يبقى ر جذر اتنين بتساوي جذر اتنين ناقص تلاتة. بعد كده نقوم قايلين بقى في المقدار معوضين، هو عايز دالة جذر اتنين زائد تلاتة مضروبة في ر جذر اتنين تمام. عندك القيمة الأولى هي اتنين ناقص تلاتة جذر اتنين هي دالة جذر اتنين زائد تلاتة مضروبة في ر جذر اتنين، نفتح قوس ونعوض يعني مكان ر جذر اتنين يا ولاد احنا جبناها بجذر اتنين ناقص تلاتة، فيبقى عندي اتنين ناقص تلاتة جذر اتنين، تلاتة تتضرب هنا تبقى تلاتة جذر اتنين ناقص ايه تسعة، دول هيختصروا مع بعض. اتنين ناقص تسعة بسالب سبعة، يبقى الناتج هيطلع بايه؟ بسالب سبعة. يبقى احنا جبنا دالة جذر اتنين طلعت اتنين ناقص تلاتة جذر اتنين، و ر جذر اتنين طلعت جذر اتنين ناقص تلاتة، عوضنا في الدالة بتاعتنا دالة جذر اتنين اهي زائد تلاتة مضروبة في ر جذر اتنين. ر جذر اتنين هي جذر اتنين ناقص تلاتة، لما اضرب في تلاتة تبقى تلاتة جذر اتنين زائد ناقص تسعة. وبعد كده نقوم قايلين سالب تلاتة جذر اتنين معمول بتلاتة جذر اتنين بصفر، و اتنين ناقص تسعة بسالب سبعة تمام. طيب السؤال اللي بعده، قيم س التي تجعل دالة س بتساوي ر س، ايه القيم اللي هتخلي دالة س تساوي ر س؟ يعني انت لما تساوي دالة س بر س س تبقى بكام؟ يعني هتساوي الدالتين ببعض، الدالة الأولى اللي هي س تربيع ناقص 3 س هتساويها بالدالة التانية اللي هي س ناقص 3 ماشي؟ هنساويهم ببعض ونحلها معادلة. يبقى انت عندك س تربيع اهي، نعدي ده بعكس الإشارة، يعني سالب 3 س ناقص س زائد تلاتة بتساوي صفر، عديت المقدار ده الناحية التانية بعكس الإشارة، بقى عندي س تربيع ناقص أربعة س زائد تلاتة بتساوي صفر. بعد كده نحلل س تربيع س في س، التلاتة واحد في تلاتة، الإشارة سالب هنا سالب بموجب ومجموعهم سالب إيه؟ أربعة، يعني س هتساوي واحد أو س بتساوي تلاتة. يبقى قيم س التي تجعل دالة س بتساوي ر س، القيم س هي واحد وإيه؟ وتلاتة. دي قيم س التي تجعل الدالتين متساويتين. السؤال اللي بعده، إذا كانت س بتساوي سالب واحد وصفر ونص واتنين، وكانت هنا علاقة تعني المعكوس الضربي للعدد ب. طبعا الصفر ليس له معكوس ضربي يا ولاد، يبقى لما أجي أكتب بيان العلاقة هاخد العدد الأولاني اللي هو سالب واحد المعكوس الضربي اللي هو مقلوب ويديني نفسه تمام. الصفر ليس له معكوس ضربي. طيب النص معكوسها الضرب اتنين، والاتنين معكوسها الضرب بإيه؟ بنص. يبقى العلاقة ليست إيه؟ دالة، لأن العنصر صفر، العنصر اللي عندنا صفر يا ولاد لم يظهر كمسقط أول مرة واحدة
في بيان عين، تمام؟ يبقى دي ليست داله. رجع قال لي ايه؟ اكتب بيان عين خلاص مع ذكر السبب، هل العين داله وليست داله؟ خلاص احنا قلنا ليست ايه؟ داله، لان العنصر صفر لم يظهر كمسحه اول مره واحده في بيان عين، لان الصفر ليس له معكوس ضرب. السؤال اللي بعده رقم 4، اذا كانت ص بتساوي ا ناقص 9 وص تتناسب طرديا مع 1 على س تربيع، يعني هستنتج ان ص بتساوي م على س تربيع، وكانت ا بتساوي 18 عندما س بتساوي 2. طب انت قال لك ان ص بتساوي ا ناقص 9، يعني ص بتساوي، تشيل الايه؟ العلاقه بتاعتك اللي هي الص دي وتعوض عنها بميم على س تربيع، تقول له ميم على س تربيع، شيلنا الص وحطينا مكانها ميم على س تربيع بتساوي ألف على ناقص 9، يبقى دي العلاقه هي. ولاد تعالوا بقى نعوض مكان اللي هو ال عليه، بيقول ألف ب 18 وكانت السين ب 2. تعالى نعوض كده في العلاقه بتاعتنا، انا عندي ميم اهي فوق شايفها، هنا ميم على س تربيع، السين اللي هي كانت 3 على 2 تتربع تبقى 9 على 4، والالف عندك كان ب 18 اهي، يبقى احنا عوضنا مكان السين ب 3 على 2 تربيعها ب 9 على 4، وعندك الالف كانت ب 18 عوضت عن الالف ب 18 وبحلها بقى اكمل، هقوم قايل مقام المقام بس الاربعه تطلع فوق، تبقى 4 ميم على 9 تساوي 18 ناقص 9 ب 9، يعني 4 ميم بتساوي 81، يعني اعمل مقص، يعني 4 ميم بتساوي ايه؟ 81، ضربت 9 على 4. نيجي العلاقة اللي عندنا اللي فوق، نعوض مكان الثابت بواحد وتمانين على أربعة، فتبقى ص بتساوي 81 على 4 س تربيع. دي العلاقة اللي عندنا تربط بين ص وسين. رجع قال لي يوجد ص عندما س بواحد، يبقى ص بتساوي 81 على ايه؟ على 4. دي العلاقة المطلوبة. في مجال اهتمام الدولة المصرية بتنمية الريف المصري، إذا كانت النسبة بين طولي طريقين 2 إلى 5 وكان الفرق بين الطولين 21 كيلومتر، احسب طول كل طريق بالكيلومتر. طيب أنت عندك النسبة بين طول الطريقين الأولاني إلى الثاني، الأول إلى الثاني، كنسبة 2 إلى 5. هنفرض هنا ثابت وهنا ثابت، يبقى الأول هفرض إن طوله 2 ميم والثاني 5 ميم، وكان الفرق بينهم 21 كيلومتر، يعني هطرح الطول الكبير اللي هو 5 ميم ناقص الطول الصغير يديني 21، يعني 3 ميم هيبقى ب 21، هنقسم على 3 يبقى الميم تطلع بكام؟ ب 7. الميم ب 7 يعني طول الطريق الأول، ال 2 في 7 ب 14، يبقى طول الطريق الأول 14 كيلومتر، تمام؟ عوضنا مكان الميم اللي هو الثابت يعني بقى ب 7. ف 2 في 7 ب 14 طلع طول الطريق الاول، طول الطريق الاول 14 كيلومتر، والثاني 5 في 7 ب 35 يبقى 35 كيلومتر، ده ايه؟ طول الطريق الثاني. واذا كانت التكلفه الرصف 1 كيلومتر بتساوي 2 مليون جنيه، اوجد التكلفه الكليه لرصف الطريقين، يعني كل كيلومتر هيتصرف عليه 2 مليون جنيه، يبقى التكلفه الكليه طبعا تجمعهم الاول عشان تجيب ايه؟ طول الطريقين مع بعض تجمعهم 14 ب 35 يبقى 9 واربعين كيلو متر، دول اللي اترصفوا عشان نجيب التكلفة. بقول لك الكيلو الواحد بيتكلف 2 مليون جنيه، يبقى التكلفة تقول له 2 في 49، 2 في 9 ب 18، و 2 في 4 ب 8 1 9، يبقى 98 مليون جنيه. دي التكلفة الكلية لرصف الطريقين معا. السؤال اللي بعده، احسب الانحراف المعياري للقيم 5 و 6 و 7 و 8 و 9. أول حاجة يا أولاد بنجيب اللي هي السين بار اللي هو الوسط الحسابي، نجمع القيم ونقسمها على عددها، اقول له 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 زائد 9 عددهم 1 2 3 4 5، يبقى 5 طبعا دولت مجموعهم كام؟ 15، 7 8 15 ب 25، وهنا 6 و 19 6 و 9 15، يبقى انت عندك 20 اللي هو 6، طبعا قلنا 7 و 8 15 و 25 ل 6 يا اولاد، شايفينها؟ 6 زائد 9 15، يبقى خلاص 20 و 15 35 على 5 فال 7. جبنا السين بار، تعالى بقى نعمل جدول نعمل فيه ايه؟ سين والسين ناقص سين بار، سين ناقص سين بار كل تربيع. هنجيب قيم سين نكتبها 5 6 7 8 9. س ناقص س بار أو 5
ناقص 7 يديك سالب 2، تربعها ب4. 6 ناقص 7 بسالب 1، تربعها ب1. 7 ناقص 7 بصفر، تربعها بصفر. 8 ناقص 7 ب1، تربعها ب1. 9 ناقص 7 ب2، تربعها ب4. فين يا ولاد؟ ونجيب المجموع 4 1 5 و5 5 10، يبقى انت كده جبت المج س ناقص س بار تربيع. نقوم جايبين بقى السيجما عبارة عن الجذر التربيعي لمج س ناقص س بار كل تربيع على ايه؟ على نون 10، على النون عددهم 1 2 3 4 5، يبقى 10 على 5 بيساوي جذر 2. نجيب ده الحاسبة يطلع 2.7 جذر، أو نشوف كام الناتج كده، 1.4. يبقى الناتج طلع معانا الحرف المعياري 1.4. طيب السؤال اللي بعده في الشكل المقابل عن دالة خطية، دالة س بتساوي كاف س زائد ميم. الميم اللي هو الجزء المقطوع هنا يا ولاد، ده الجزء المقطوع اسمه ميم، وهنا كاف اللي هو الميل، كاف اللي هو الميل. بيقول لك المستقيم ألف ب بيمر بالنقطة 3 و0، دي ألف 3 و0 عندنا، ركز كده معايا، النقطة دي 3 و0 ليها ألف اسمها ألف، وهي نقطة ب 0 و6، وعايزين نجيب الميل، الميل اللي هو اسمه كاف يا ولاد هنا في المسألة. نجيب التيار الرأسي على التيار الأفقي، فرق الصالات على فرق السينات، أقول 6 ناقص 0 ب6، على 1 ناقص 3 بسالب 2، يبقى الكاف الميل اللي عندي هيطلع بكام؟ بسالب 3. وعندك الجزء المقطوع ميم بيساوي 6 وحدات طولية اهو، هتبقى المعادلة بتاعتك أو الدالة أو القاعدة دالة س بتساوي، كان بيقول لي كاف س زائد ميم، يبقى دالة س بتساوي الكاف أنت طلعتها اللي هو الميل بسالب 3، يبقى سالب 3 س زائد الميم اللي هو الجزء المقطوع ب6. كده أنت جبت القاعدة اهو بتاعت المسألة. هو عايز بعد كده إيه؟ دي قاعدة الدالة خلاص جبناها، رجع يقول لي هات لي مساحة المربع اللي عندك. طيب أنت عندك في نقطة اسمها بتنتمي للمستقيم، يعني بتحقق معادلته، بيقول لك ده مربع يعني ابعاده طبعا كلها بتكون متساويه. لو النقطه دي مشت هنا لام وطلعت لام، يبقى نقطه هاء هيبقى احداثها لام ولام. نعوض بالنقطه لام ولام دي في معادله الخط المستقيم بتاعنا، دال س على ص، الص بلام، هي دال احداث الس وده الص، يبقى لام بتساوي سالب 3 لام زائد 6، بقت معادله في مجهول واحد. عدد سالب 3 لام تتجمع مع 3 لام تبقى 4 لام بتساوي 6، نقسم على 4 يبقى اللام بتساوي 6 على 4 اللي هي 3 على 2، يبقى انت عندك الضلع ده 1.5، ضلع المربع طلع ب1.5 تمام اللي هي لام. يبقى مساحة المربع تقدر تجيبها، تقول له 3 على 2 في 3 على 2 اللي هي 1.5 في 1.5، تطلع 9 على 4 وحدة مربعة. وكده نكون خلصنا الامتحان يا ولاد.